السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في الموسم السادس من برنامج رشيد شو. تبارك الله عليك، اتفرك السابة سعيد. ها تفرك السابة سعيد، الله يحفظك. شكرا، داروا لك الميكرو. الحمد لله. جي قدم بلاصتي احسن. شكرا. شكرا. اولا كنبغي هذا الجمهور الزوين اللي حاضر معنا اليوم واللي جانا مدينة طنجة، وبهذه المناسبة كنحيي جميع الناس اللي متبعينا داخل وخارج أرض المغرب، وهذا الموسم هذا غيكون موسم خطير. موسم جديد، حلة جديدة، فقرات جديدة، هادشي اللي غنكتشفوه حالا. مستعدين نبداو حلقة اليوم؟ مشينا. السلام عليكم. سنة 2018 كانت سنة حافلة. لا، سنة حافلة بالأحداث، وقعوا فيها بزاف ديال الحوايج، ولكن اللي عجبني في السنة هذه أننا شبعنا حلوة. أنا حلوة. في الحقيقة كلنا كنعرفوا بأن الحلوة عادة كتخرج من الفران، ولكن هذا العام الحلوة خرجت من البرلمان. سلام، وينو كارث باين هرب؟ كارث باين هرب؟ شوت شوت كارث باين يدخل منطقة الجزاء، وجول جول 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 جول. أنا بغيت غير نسولو، فين غادي بهاد الحليوة؟ شكون هو حليوة؟ أنت حلوة. حليوة ولد؟ كنمشيو تناكلو ليهم الحلوة، وتيجيو تياكلو لينا الحلوة، إيوا هادشي اللي كاين. يا حلوة. هذه المسألة هذه كانت واحد الوقيتة دارت ضجة، وقالوا كيفاش البرلمانيين غاديين بالحلوة من البرلمان، ولكن بعد كذبوا هذه القضية وقالوا هذوك راه ماشي برلمانيين ولكن ناس خدامين تما. ولكن أنا اللي تهمني، اللي بغيت نعرف، هي الحلوة فين مشات؟ أمهات هاد الشيء اللي وراو لولادنا في طبوطاتهم، ها هي عندي كان الخبز الصباح والعشية، المسمن ها أنا كنديرو في الصباح وفي العشية، البخرير كنديرو في الصباح والعشية، ملي ولا الدري علموه لنا البطبوط والمسمن، إوا صافي قرينا بكري. مسنة بغريرة بقريبة حرشة الغريبة بغرير. واش هذه هي العربية الفصحى اللي بغينا نربيو بها ولادنا؟ وسيدي تفاجئنا كاملين بأن الحلوى خرجت من البرلمان ووصلت حتى المقررات. بيني وبينكم، اللي خصو يقرر هذه المواد هو الشاف موحى. وأراك دابا للمراجعة. المراجعة و معالجة النصوص. ولكن كانوا ناس اللي كيقول لك ماشي مشكل، وما عندهمش مشكل مع هذا ادراج الكلمات بالدارجه، عادي زعما عادي. شنو وقع؟ دخلوا واحد بعض الكلمات بالدارجه، دخلوها في الكتب في العربيه. واش هذا حرام؟ لا ماشي حرام، حلال. حلال 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 في حالتين لا ثالث لهما، الا كان الدري ما فاطرش، ولا كان وجدوه الماستر شيف. اجيو نقربوا منهم ونشوفوا فاش كيفكروا وباش كيحسوا. كاين واحد المشكل كيعانيو منه الاباء والتلامذ بزاف، اللي هو الوزن ديال الشكاره. حرام والله الا حرام. يعتبر الوزن المسموح الذي يعد امنا على صحه الطفل ما يقارب 10% من وزن الطفل. حنا اختي عندنا الدري كامل يلاه كيشكل 10% من الحقيبه. غير الجرس اللي كيضرب مثلا في الدول المتقدمه، كيفاش كيضرب الدري ما كيفزعوش؟ حيضرب جرس المدرسه. حنا عندنا الجرس سبحان الله العظيم صوت واحد، في المدرسه، في الحريق، في الاضراب، في رمضان، نفس الجرس. ولكن حنا كنتقدوا المنظومه التعليميه، ولكن واحد المساله مهمه، واش سولنا راسنا؟ واش حنا شعب كيقرا؟ واش حنا كنقراو الكتبه بعدا؟ خرجنا للشارع وسولنا الناس قبل ما سولناهم واش كتقراو الكتبه، قلنا لهم
اخر اغنيه سمعتي واخر كتاب قريتي؟ قول لي يا بنتي، ولك شنو هي اخر اغنيه سمعتي ليها؟ جورج وسوف. اخر اغنيه؟ اخر اغنيه سمعتها ديال فيدا روكا ديال بيلا بدالة. اخر اغنيه انت باغيه واحد؟ ايهاب امير. ديال مامي، الشاب مامي. اخر اغنيه دابا سميتها تيبوتي. زوين 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 والله حتى زوين. واخر كتاب قريتيه؟ اخر واحد تفكروا. واخر كتاب قريتيه؟ اخر كتاب قريته ديال اخر كتاب قريته اخويا ويا ديال 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 واخر كتاب قريتيه؟ اخر كتاب قريته، اخر كتاب قريته قريت كتاب علمي. ويلي مزيان. وشنو هو اخر كتاب قريتيه؟ اخر كتاب قريته فيسبوك، ما كنقراش الكتاب. اخر كتاب قريته اخويا قريت داك سميتو انت بالذاكر من ورانا ولا ايه؟ شنو هو اخر كتاب قريتيه؟ جوحة. على جوحة في ذات نهار اني ليس لدي حمار. منيتك منيت. اخر كتاب قريتيه؟ لا سوبستيسيون. وسا. وشنو هو اخر كتاب قريتيه؟ اخر كتاب قريته ما كنقراش كتبه بزاف قليل نهائيا للاسف قليل. وشنو هو اخر كتاب قريته؟ من اخر شمال دراس. من واضح وباين واضح وباين. قولي شنو هي اخر اغنيه سمعتيها هذه السيمانه؟ كلثوم. واخر كتاب قريته؟ الحلم حفيظ. اني اغرق 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 اغرق. قال على الشيطان. اخر كتاب قريتي عبد الحليم حافظ تبارك الله. زين عطينا شي مقطع ديال هذه الكتابه دافك. للاسف هذه المشكله كاينه بزاف ديال الناس ما تيقراوش، وحتى النسبه ديال القراءه للفرد الواحد ما كتعداش 6 دقائق في العام، وهذا مشكل كبير. ولكن الحمد لله كاين الاستثناء، وهذا الاستثناء هذا بان من خلال المشاركه ديال واحد الطفله مغربيه اللي شرفتنا، ونخليكم تعرفوا عليها في هذه الصور. مريم لحسن أمجون ممثلة المغرب في مسابقة تحدي القراءة العربي. فالقراءة ذخيرة العقل وكنز المعرفة، من تسلح بها ساد وغنم وانتصر، ومن أغفلها هان وضعف وافتقر. البطلة اللي بيس الشيخ محمد مريم أمجون المغرب. جمعت بين فصاحة اللسان وروح البيان، انحنى لذكائها الكبار، عاشقة للغة الضاد. استقبلوا معي الموهوبة مريم أمجون. أمجون مريم مرحبا بك. شكرا. ونهار كبير هذا، وانا جد سعيد وفرحان انني نستقبلك في البلاطو ديال البرنامج ديالي، لانك فعلا مفخر هذا البرنامج، ونقدر نقولها الان امام الجمهور المغربي اللي كيتفرج فينا بانني احسن ضيف داس عندي في رشيد شو من نهار بديت. شكرا. علاش؟ اولا لانك عطيتي الامل لمجموعة من الناس، مجموعة من الأطفال، وتبارك الله عليك شرفتي المغرب أحسن تشريف، والكل يعني كان منبهر ومندهش بالفصاحة ديالك. طبعا اللغة العربية ديالك الرصينة اللي كانت عربية جميلة جدا، فتبارك الله عليك وتحية ليك. ما كرهتش تقدمي في بلاصتي أنا كاع. صافا كل شيء بخير؟ الحمد لله شكرا. طبعا أنت قدرتي أنك تحصلي على لقب تحدي القراءة العربي في دبي، وهذه جائزة ماشي سهلة، وكنتي من بين تبارك الله شحال ديال المشاركين، وانت اصغر مشاركة ياك ولا لا؟ نعم.
شكون اللي علمك تكلمي بهذه اللغه العربيه الرصينه، اللغه العربيه اللي تبارك الله جميله بزاف؟ اود ان اشكرك سيد رشيد العلالي على استضافتك لي. مرحبا بك. وعلى اختيارك لموضوع التعليم في اول حلقه من هذا الموسم الجديد، واتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا. لا 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 اللي خلاني انني نكون كنهضر باللغه العربيه يعني بشكل تلقائي بزاف، انني دائما ما كنت يعني كنهضر غير مع والدي هكذاك نهار يومين الى اسبوع، يعني ما كنتحدوش كاع بالدارجه الا باللغه العربيه، وهذا ما شجعني على القراءه وعلى نهضر غير باللغه العربيه. تبارك الله. هذا التحدي كان عندكم في الدار انكم كتخصوا يوم او لا اسبوع وكتهضروا فقط باللغه العربيه؟ نعم. وهذا الشيء اللي خلى ان لسانك تبارك الله ولا مطلق على اللغه العربيه ياك ولا لا؟ نعم. شكون اللي كان كيحفزك اكثر على اللغه العربيه في الدار، الوالده ولا الوالد؟ تقريبا بجوج، ولكن اكثر يعني ما نقدرش نميز بيناتهم، وانما يعني بحكم ان والدي استاذ ديال الفلسفه كان كيشجعني بزاف. تبارك الله. شكرا. مريم، انا اليوم نبغي ايضا الجمهور المغربي، كاين واحد الفئه من الجمهور ما كتدخلش المواقع التواصل الاجتماعي، الناس الكبار بحال الوالده ديالي بحال الناس الكبار، اليوم نبغيك تعرفي الجمهور المغربي على نطاق واسع، شكون هي مريم امجون؟ شحال السن ديالك؟ يلا دابا قوليها لي باللغه العربيه. شكرا. اسمي مريم امجون، ادرس بالمستوى الثالث، عمري 9 سنوات، وانا بطلة تحدي القراءه العربي في دورته الثالثه. يا سلام. شكرا. عاودي لينا مريم شويه على تحدي القراءه، كيفاش جاتك وكيفاش قدرتي انك تنتزعي اللقب تبارك الله؟ المسابقة مرت من العديد من المراحل، فعلى مستوى المدرسة، ثم على مستوى النيابة، ثم على مستوى الجهة، وثم على مستوى الوطني، حيث يتم اختيار ممثل كل بلد، ثم يتنافس الممثلون كل بلد حول من سيكون بطل تحدي القراءة العربي. تبارك الله. وهذه يعني المسابقة كانت جد رائعة، فيعني كانت فيها روح المنافسه، وكنت كنعترف بانني وجدت مجموعه من الصعوبات. نعم. حتى قدرت انتزع هذا اللقب. من بين 600,000 مشارك من المغرب ياك ولا لا؟ نعم. يعني صغر السن وليس عائق امام تحقيق ما تريد، فانا هذا النجاح بدايه هو توفيق من الله تعالى، وايضا هذا النجاح هو ثمره لجهود والصبر والعمل المتواصل، فانا اخذت بالقول القائل بقول المتنبي: اذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر. لا 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 يمكن. مريم، نطلبك واحد الطلب. نطلب لك واحد الطلب، ممكن تخدمي معايا توجدي معنا الاسئله؟ شكرا. تبارك الله عليك. اشنو كان الاحساس ديالك فاش تعلن على الاسم ديال مريم امجون اللي فازت بلقب تحدي القراءه العربي؟ فاش سمعتي الاسم ديالك لاول مره شنو الاحساس، وفاش فكرتي في ديك اللحظه هذيك؟ ذاك اللحظه كنت جد فخوره وجد فرحه ومسروره، لانني مثلت بلدي خير تمثيل، ورفعت رايه بلدي خفاقه بين الامم، وايضا في تلك اللحظه احسست بالطمانينه عندما مسح سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم دموعي، وايضا مما زاد طمانينتي هي عندما اتصل بجلاله الملك محمد السادس نصره الله. بزاف ديال الناس شافوك بكيتي في هذه اللحظه هذه، شنو السبب اللي خلاك تبكي يا مريم في ديك اللحظه؟ ديك اللحظه تختلط فيها مشاعر الفرح ومشاعر الخوف ومشاعر القلق، ولكن يعني ذاك الدموع دموع فرح، كنت فرحانه بزاف لانني مثلت بلادي زعما احسن تمثيل والحمد لله. وهذا فرح، حتى حنا فرحنا صراحه، والمغاربه كاملين فرحوا. شكرا. يعني هذا كان واجب عليا انني نمثل بلادي خير تمثيل، يعني الامر ملي كيتعلق بالمغرب خصنا ضروري نواجهوا المصاعب باش نمثلوا بلادنا خير تمثيل. وكنبغي ناكد واحد المعلومه، هو ان تبارك الله الطفله مريم امجون قدرت انها تنتزع لقب تحدي القراءه العربي من بين 10 مليون ونص
على مستوى العالم العربي، وهذا شرف وفخر لجميع المغاربه. ما عندي ما يتسالك، بغيت نسولك مريم، شحال ديال الكتبه كتقراي تقريبا في يعني في الاسبوع ولا في الشهر نقولوا؟ في الشهر يعني معدل تقريبا صاير يعني اقرا هكا هكا خمس او ست. يعني انا عندما اقرا يجب الا اقرا ويعني نقرا ونفوت ذاك القراءه، خصني نقرا ونثبتها ونراجعها حتى نفهم كل شيء عاد نمشي للقصه وحده اخرى. انا ما تسالكوش شنو نوع الكتب اللي كتقراي؟ حقيقه انا كنقرا في مجموعه ديال المجالات، كنقرا في الطب، كنقرا في السير الغيريه، السير الذاتيه، الفن التشكيلي، كنقرا على الكتب الاجتماعيه، الكتب التاريخيه، الكتب اللي الكتب يعني العلميه وغيره من المجالات. تبارك الله عليك. كاين البعض، قريت بعض التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا بان مريم الوالدين ديالها كيعطيوها غير القرايه وهي بنت يمكن ماشي بحال كاع الاطفال، ما كتلعبش، ما كت، واش هادشي صحيح؟ لا العكس صحيح، انا ككل الاطفال يعني قد ترى بانني العب جميع الالعاب يعني، ولكنني يعني العب بالدراجه، العب بالحبل، العب مع الفتيات السباق، ونلعب العب بالدمى، ولكن هذا لا، ولكنني لا انكر بانني لا اقرا، فانا اخصص وقتا للقراءه. بارك الله عليك. مريم اليوم إلا قلت لك باللغه العربيه امام الكاميرا، هي الكاميرا قدامك، اشنا هي الرساله اللي ممكن اليوم بلسانك توجهها لجميع اطفال المغرب والاباء والامهات المغربيات، شنو اليوم تقولي لهم من هذا المنبر هذا مريم؟ أود أن أشجع جميع الأطفال على القراءة، فالقراءة تنمي رصيدهم اللغوي والفكري بمجموعة من الكلمات الجديدة، القراءة تنمي المهارات العقلية، تنمي المهارات الاجتماعية، القراءة تجعلك تفهم الماضي وتحيا الحاضر وتستشرف المستقبل، فبالقراءة تسمو النفوس، بالقراءة تسمو الأمم، بالقراءة تسمو الشعوب، وأيضا فأنا أشجع جميع الأطفال أيضا على أن يجعلوا الكتاب رفيقا لهم، فالكتاب هو الصديق الذي لا يطريك والجليس الذي لا يغريك، أو كما قال الشاعر أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وفيا إلا الكتابة. مريم انا ما كرهتش تبقي معنا في الحلقه ديال اليوم، كاين معنا النجم ديال حلقه اليوم، ولكن انا كنعتبرك نجمه النجوم تبارك الله. شكرا. تبغي تبقي معنا في الحلقه اليوم ترافقينا؟ واخا. اوكي مشاهدينا، غادي نستقبلوا الضيف ديال حلقه اليوم، هو نجم من نجوم الكوميديا المغربيه، تالق في المسرح والتلفزيون، هو فنان كوميدي عطى كثير للساحه الفنيه المغربيه. هاد اليامات كاينه واحد الجمله ديالو شهيره كدور في مواقع التواصل الاجتماعي، راك غادي في الخسران يا حمادي. استقبلوا معايا عفاكم تصفيقات حاره نور الدين بكر. شكرا شكرا. شكرا. نور
نور الدين بكر، مرحبا بك، نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. ديجا كانت الاستقبال بعدا وتبارك الله، المغرب ديما متعود بهاد الاستقبالات الجيده وهاد الحيويه وهاد النشاط وهاد ولكن انت تقبلوك باب الصلاه والسلام بحال العريس. ها عريس، عريس اليوم، اليوم ماشي عريس انا. مرحبا بك سي نور الدين بكر، تبارك الله 50 سنه من العطاء بين المسرح تبارك الله والتلفزيون، قدم شي مجموعه من الاعمال المسرحيه والتلفزيونيه اللي بقات راسخه في اذهان المغاربه كاملين. نعم زيد زيد حيت قلتي ديك نعم. ولكن ولكن الناس كاملين لخصوا هاد الاعمال كاملين في هاد الجمله. راك غادي في الخسران ياك. قبيله في الكواليس قلتي لي راك هرم، خاصك تعرف السي رشيد هاد الهرم راه عيا، هاد الهرم راه عدم ورشاو، على الاقل الى انتبهت وزاره الثقافه لهاد الهرم ورمماتو شويه واخا عجيراتو يبان فيه الضو احسن احسن من هادوك اللي مشاو الله يرحمهم هباء منثورا لان بغاو يديروا لنا بحال داك اللي جا قال لهم تمنيت عنبه نهار مات جابوا لي عنقود. المهم اللي علينا احنا قلنا هادشي اللي كاين واللي على الله هو به درا. تبارك الله عليك سيدي المحبه السي رشيد، راه حنا فنيناه راه ما بقى خاصنا غير المدره ياك. لا مازال العطي يعطي ان شاء الله. اي دابا هضرنا على التعليم سي نور الدين. نعم التعليم طبعا كاين خلل شويه في المنظومه التعليميه، وكاينين طبعا ايجابيات وكاينين اشياء اللي تبعت على الامل بحال الطفله تبارك الله مريم امجون. شنو الله يا ودي الله يا ودي، هذه راه هي اللي بدات كتعلمني انا شويه اللغه العربيه. مع تناعير غير الدارجه اللي كنعرف، ما بيني وبينها غير تقار اللغه العربيه ياك بنتي. شكرا والله يعطينا فيها الامل. اييه والله يكون منها، لانه بصح هزات رايه المغرب عالي. شكرا انا بعدا غادي نبوس لك راسك اريد داك الراس انا. شكرا شكرا تبارك الله عليك نور الدين. اليوم غنرجع معك شويه للطفوله ديالك. نعم عندنا مجموعه ديال الصور ديال الطفوله ديالك عندها معك من فاش كنتي كتقرا اواه في الابتدائي ياك. تعقل هذه الصور انا تما كيفاش ما نعقلش عليها. لازم فاش كنتي كتقرا كان المرحوم محمد الخامس ذاك الوقت ياك ولا لا؟ معلوم على كاينه غا تصويرتو راه كاين هو. اييه معلوم انت قريتي تبارك الله من ديك العهد. تبارك الله معلوم من ذاك العهد وانا راه كبيبر شويه ياه. علاش قلت لك انا عظامي رشاو. وبلاتي قبل من باش نزيدو نتعرفوا عليك ونقربوا منك نقربوا منك الجمهور، عندنا واحد فقره جديده طلب من السي العمراني يقرب عندي شي شويه. عندنا واحد فقره ديال الحاله المدنيه، هذا الداكتيلو عرفتي الداكتيلو السي هذاك؟ اي هذا الداكتيلو ياك. ما بقاش هذاك الشيء ما بقاش، ولكن هنا غنرجعوه باش نرجعوك شويه للنوستالجيا. لا باقي عند المحلفين. باغ حلف والله. سي نور الدين نعم غادي نمشيو دابا غادي باش نعرفوا الجمهور منك اكثر، غادي نسولك اسئله ديال الحاله المدنيه، هذه فقره جديده في برنامج. واخا الاسم سي نور الدين الكامل. نور الدين بكر. اللقب بكر. لقب نور الدين بكر. حمادي؟ ما عندي لا حمادي ولا جلالي، انا سميتي نور الدين بكر. واخا سيدي يلا. تاريخ ومكان ازدياد. تزدت في 1952 في الدار البيضاء في درب السلطان. تزديتي 52 تبارك الله. ايه بلوي نوار انت سي نور الدين؟ لا اون كولور راه بلوي نوار. وباقي عايش فيها. المهنه سي نور الدين؟ جزار. المهنه راه كتعرفها اللي عطا الله هو هذا. الجنسيه؟ الجنسيه مغربي. الحاله العائليه؟ مغربي. لا
واش متزوج ولا اعزب؟ لا متزوج. عدد الابناء؟ عندي الابناء. شحال تبارك الله؟ 17. سي نور الدين، غادي نرجعوا للصور. كيف ما قلنا عندنا مجموعه من الصور ديالك. هذه امتى هذه؟ تخلي على هذه الصوره هذه. هذه غادي تكون عندي شي 14 عام تقريبا. هذه في شي عيد واقيلا ياك؟ ها؟ فاش كتمشي عند المصور وتصور حدا الورد؟ اه في العيد. اه في العيد. تبارك الله. وشنو قصتك مع داك؟ هذوك راه حوايج العيد. هما هادو. تبارك الله. عندنا واحد الصوره كبر شي شويه، حتى هي في المدرسه. ايه. هذه شمن عام تقريبا؟ وحتى هي راه كبير شويه انا تما. لا. هذا الاعدادي ولا الابتدائي؟ لا لا الابتدائي، الاعدادي. انت كبير في الابتدائي. انا ما دوزتش بعد الاعدادي نهائي. انا من الشهاده البريميير راني ديري. ما ندمتيش على الدراسه؟ ها؟ ندمتي على الدراسه؟ لا، حيت شوف ما حد كتعمل التياتر حتى هو راه دراسه. نعم. حتى هو كيعلمك شويه اللغه العربيه، حتى انا كنتعلم ليها شويه واخا ما درت فيها شيء. ايه. وكيعلمك كيفاش تعامل مع الناس، وكيفاش تقرا ثاني كتب. كتقرا كتب شويه سي نور الدين؟ اللي عندي بهم إلمام، بحال مثلا طه حسين، نجيب محفوظ، بزاف بزاف ديال الناس قريت تلمدت على يديهم نيت. الوليدات دابا اللي كيتفرجوا فينا مريم، باش نحفزوا وليد على الدراسه، كيفاش نقدروا نحببوه في هذاك الكتاب مثلا؟ كيفاش نخليوه يبغي هذاك الكتاب؟ شنو الطرق اللي ممكن نديروا معاه باش يبغي الكتاب، يبغي يقرا؟ القراءة اصلا دابا نتايا اذا ما كانتش عندك الارادة ما يمكنلكش تقرا. انت دابا نتايا واخا تكون موفر لك الفضاء، الكتب، موفر لك كل شيء، ولكن الا ما كانت عندك الرغبة النفسية ما يمكنلكش تقرا. فالدري يعني باش يقرا خصو اولا الرغبة النفسية، خصو يكون باغي يقرا. واصلا عاوتاني بزعما خص يكون الكتاب اصلا كاين لائم السن ديالو، لان ما نقدرش تعطي لشي كتاب واحد دري كيقرا مثلا يلاه في السنه الاولى وتعطيه واحد ديال 150 صفحه ما غاديش يمكن ما يتشجعش. خصك تعطيه شي كتاب كاين لائم السن ديالو، فيه صور، فيه يعني صفحات قليله باش نيتي يلائم العقل ديالو ويعجبو الكتاب ويتشجع على القراءه. انا عندي واحد طلب لوزاره التربيه الوطنيه، الناس اللي كيديروا اشراف على انهم يخرجوا الكتوبه، عيطوا على مريم تكتب معاكم. شكرا. هذه حقيقه مره، ولكن نتمنى ان الرساله توصل، لان مريم تبارك الله مثال يحتذى به تبارك الله. شكرا. وهي قالت لكم ان كل واحد تعطاه. ودابا شفنا ايضا بانه كاين شي مقررات اللي فيهم كلمات بالدارجه دخلوهم، بحال غريبه، بحال كيفاش جاتك هذه القضيه سي نور؟ هادو راه بحال الا زعما الدراري كلهم سلا وقراو، فهمتي؟ اه. كل شيء دخل قاري من دارهم صافي، ما بقى خاصنا عر غريبه والمسمن دا هو نضاك ويدويو تا هو على خليها ساكت وكان خليها ساكت. كاين واحد الفقره جديده طبعا اللي بارطاجيتها مع الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي فقره ستوري، كنعطيهم الفرصه انهم يديروا لنا ستوري باش يتكلموا مع الضيوف ديال البرنامج. نشوفوا البعض من هذه الستوري. هذا مبروك للطفله مريم هنجون، التتويج تاعها شرفت المغاربه والمغربيات كافه، تبارك الله عليها وما يحفظ جميع الاطفال المغربيه. السلام عليكم، صورت هذا الفيديو المريم امجون وكنقول لها بلي برافو عليك، برافو 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 بزاف، وكنقول لك بلي انت اللي هزيتي الرايه المغربيه الفوق 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 الفوق، وتبارك الله عليك ومسيره موفقه ان شاء الله، ونشوفوك في العديد من المسابقات وان شاء الله تديهم كامل ان شاء الله، والله يوفقك وتبارك الله ما شاء الله عليك، الله يحفظك من العين طوب و ديما طوب. سالي تو الموند، هاد لا فيديو لمريم امجون كنقول لها مبروك عليك وتستمري ان شاء الله في الطريق ديالك بكل نجاح وقوه،
وشكرا حيت عطيتي المغرب صوره زوينه، وان المغرب مازال فيه الناس اللي باغيين يتقدموا للقدام وما باقي مازال باغيين يعطيو. والله يخلي لنا المغرب ديالنا اللي فيه الامن والامان، وان شاء الله يبقى ديما بحال هكا. ومبروك مبروك عليك. نرجعوا للمسار ديال نور الدين بكر. نور الدين بكر، عندنا واحد المعلومه بان المسرح او التمثيل هذا الميدان بديتيه على سن العاشرة، 10 سنوات يعني تقريبا هكا. اول مره طلعتي للخشبه كانت عندك 10 سنين مع ديك الساعه مع شعيب البيضاوي. وي، وسمعت بان اول فيلم سينمائي درتيه هو طرز. اول فيلم سينمائي درت في المغرب هو طرزة. طرزة تشيكيو هو هذا الصور ديالو عندنا. اييه. ولعبتي طرزة نيت ولا شنو؟ لا، لعبت من واحد من الدراري ديال لي زانديان. ديك الساعة باقي داك الشيء ديك الكاميرا كدور بالمانيفيل. أول سينمائي في المغرب اللي هو تشيكيو اللي هو عصفور. الله يرحمه مسكين. مسار كبير تبارك الله نور الدين، كيف ما قلت لك مسار كبير من العطاء. من بعد غنرجعوا نتكلموا على المسرحيات اللي قدمتي اللي حتى هما داروا حقوا نجاح كبير. ونرجع لك هذه القضيه، الجمله اللي تشهرت دابا بمواقع التواصل الاجتماعي اكيد يكون وصل لك الصدى ديالها، لان كل شيء دابا كيبارطاجي هذه الجمله ديالك. داروها في الفليترول، داروها في لي جروب فيسبوك، داروها بارتو. راك غادي في الخسرانه حمادي. انا اللي عجبني في هذا الشيء الحمد لله اللي لقيت اللي كيتفكرني بعدا على الاقل. شوف سي نور الدين، غندير معاك واحد القضيه على ود هذه الجمله هذه ديال غادي في الخسران. ياك غادي نعطيك جوج ديال اللوحات ياك، وغنسولك على بعض الاشياء وغتقول لي واش مزيان ولا غادي في الخسران. صافي، نسولك على بعض القطاعات وقول لي واخا. اوكي، يلا هاك سي نور الدين. واخا سي. المسرح في المغرب. الأعمال الرمضانية. ما غادية في الخسران ما مزيانة. هادي ما هادي، واخا. تعليم. مسرح الحي. الله يعاونه، الله يكمل عليه. قطاع الصحة. بين وبين بين وبين باقي خاصنا البراوات. الانتاج المغربي. فين كاين الخلل في نظرك؟ فين كاين الخلل في نظرك؟ حيت هادشي كيتعطى المنوالة ودربال تبوهالة ما كيلبسهاش المنوالة. المنتخب الوطني المغربي. شكرا سي نور الدين، تصفيقة نور الدين بكم. سي نور الدين بكر، دابا غادي نمشيو نشوفوا واحد الفيديو ديالك غريب شي شويه، درتي فيه واحد التصريح اغرب. كيفاش الطريقه كيفاش كنتي كتهضر وفاش سولوك على القضيه ديال الفيديو ولا الجمله اللي انتشرت ديالك ديال غادي في الخسران، كان عندك واحد الجواب في شكل نشوفوه واعطينا عليه التعليق. فيكتو لما كنت انا كنعاني. فيكتو فين عمركم سولتو فيا؟ فين عمركم سقسيتو فيا؟ وشكرا. اجل، شنو هاد التعليق السي نور الدين؟ والواقع هو هذا. الواقع هو ذاك الاخر اللي درتي؟ لا، حيت ملي كطيح البقره عاد كيقواو الجناوة. حتى الشعب المغربي فكر فيا ودار لي البز. عاد ولاو هما كيجريو باش يسولوني باش حتى هما يدخلوا في هذا الشيء. وهذا الشيء
كانوش ما عمرهم قالوا لي اش اخبارك نور الدين ولا كي دايره نور الدين ولا فين وصلتي الحاج. بالعكس حتى واحد ما سقسى فيا حتى طرا هذا الشيء اللي طرا. والشعب المغربي تفكرني والله يعطيه الخير والله يكثر خير. وهذه قدرتها اليوم هما لانه لاش سي نور الدين. الا سولتك انت بطبيعه الحال لان قريتي في واحد الفتره ديال الخمسينات والستينات، الا سولتك على الفرق ما بين القرايه هذاك الوقت ودابا، واش بان لك شي فرق؟ بزاف. فاش مثلا؟ اولا حنا قرينا قرايه ديال كل استاذ عنده تخصص ديالو، ماشي كل شيء كيدير كل شيء. يخرج من هذا القسم باللغه العربيه يدخل لاخر بالفرنساويه، وهو نيت نفس الاستاذ، مره يقري التاريخ، مره يقري الجغرافيا، مره يدخل كاع سوق راسو ما كيقرا والو، كيقرا الجورنال. لا مي هذا الشيء يمكن كنعتقد في المدارس الخاصه ماشي العموميه. المهم كاين واحد المدارس كيديروا هذه الطريقه هذه، ان استاذ واحد كيقري مجموعه من المواد. كاينه فعلا في بعض المدارس. حنا بكري كانوا الناس اللي كيقريو الاساتذه ديال الفرنسيه فرنسيين، والاساتذه ديال اللغه العربيه اساتذه متمكنين من اللغه العربيه، واللي كيقري التربيه الاسلاميه فقيه، اقسم لك يمين الله الا فقيه، كيجي وكيقرينا عالم، كيقرينا. وهذا الشيء تكونوا فيه بزاف ديال الناس. نبغي نسول ايضا مريم امجون، انت كتقري في واحد المدرسه في مدينه تاونات، وتحيه للناس تاونات. وهاد المنطقه هذه، هاد المدرسه سميتها مدرسه الداخله في تيسا بالضبط، ياك منطقه تيسا. اليوم مريم شنو ممكن تقولي للمعلمين ديالك، للناس اللي تيقريوك، الاساتذه ديالك، شنو الرساله اللي ممكن توجهي لهم اليوم من هذا المنبر هذا؟ شكرا. انا بدايه اود ان اشكر يعني والدي واخي يوسف على مساندتهم لي، واود ايضا ان اشكر مؤسستي وايضا اساتذتي، ومنهم الاستاذه لطيفه والاستاذه هدى والاستاذ جمال دادي والاستاذ عبد الاله المنصور، والمنسقه الجهويه حوريه الظل. بارك الله عليك. كيفاش كيتعاملوا معاك المعلمين ديالك والاساتذه ديالك؟ هما زعما كيتعاملوا معايا بلطافه، عاشوا معايا هاد المسابقه، ويعني في اي حوار في اي استجواب كيشاهدوه كيوجهوني، ويعني ما كيبخلوا عليا حتى شي حاجه، كلشي كيديروه لي والحمد لله. هادي راه قرات معاك. بارك الله عليك يا بنيت. شكرا. ومن هذا المنبر كنبغي في هذه الحلقه هذه نوجه واحد التحيات اجلال واكبار للجميع المعلمين واساتذه المغرب، طبعا اللي كيخدموا بقلبهم وكيعطيو كل ما في جهدهم باش يرقاو بالتعليم في المغرب، تحيه كبيره لهم. وباش عاوتاني ما نكونوش باش ما نظلموا حتى شي واحد، كاينين استثناءات وكاينين طبعا معلمين واساتذه اللي كيعطيو كل ما في جهدهم كيف ما قلت باش يقدموا الجوده لهاد التلاميذ هادو، ومن بينهم اليوم واللي الشرف انني نستقبله في بلاطو ديالي اليوم هو واحد الاستاذ اللي دار واحد المبادره اجتماعيه لفائده الاطفال ديال العالم القروي، ودار واحد الاستثناء جميل، الصور ديالو والفيديوهات ديالو حقوا انتشار في مواقع التواصل الاجتماعي وايضا الاعجاب ديال جميع المغاربه، وقدر تبارك الله انه ينال اعجاب جميع المغاربه. اليوم لي الشرف اني نستقبلوا الاستاذ طبعا اللي جانا من الحسيمه، هو طبعا كيقري في واحد المنطقه في العالم القروي. استقبلوا معايا بحراره عافاكم هشام الفقيه. Thank you.
بارك الله فيك. تبارك الله عليك سي هشام. الله يبارك فيك سي رشيد. لي الشرف انني نستقبلك في البلاطو ديال رشيد شو، لانه اي واحد كيدير شي حاجه جميله لهاد البلاد هذه وكيعطي صوره جميله على القطاع ديالو. انت بالنسبه للقطاع ديالك شرفتي هذا القطاع ديال التعليم طبعا، وحققتي واحد الاشياء جميله لدوك الاطفال، مبادرات جميله. نخليك انت تكلمنا على هذه المساله هذه، شنو اللي خلاك دير هذا الاستثناء هذا؟ طبعا كاينين يمكن معلمين اخرين اللي كيخدموا في الظل، ولكن انت بارطاجيتي هذا الشيء مع الناس، عاود لنا على هذه الفكره ديالك. نبدا منين كملت يا سي رشيد؟ يعني هذا هو السر في هذا الشيء، ان كاينين رجال التعليم يعني كيديروا اعمال جد جميله اكثر مني، وانما غير هما ربما ما كينشروش التصاور ديالهم ولا شي حاجه. انا عندي صفحه ديالي في فيسبوك يعني كنشر فيها، وكاين الناس كتعجبهم ديك المبادرات، وبحكم انني قبل ان نكون رجل تعليم فاعل جمعوي يعني عندي تجربه في هذا الدومين هذا، ولما لا الانسان غادي يوصل ديك التجربه للتلاميذ. تبارك الله عليك. انت من منطقه الحسيمه؟ نعم حسيمه. تحيه للناس الحسيمه والناظور. غادي نقول لك ها من استجام مخدجي مليح مليح الحمد لله. الحمد لله. طبعا مجموعه من الاشياء شافوها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، صور كيفاش كتعاون الوليدات، ولكن شنو اللي دفعك لهذه القضيه هذه؟ زعما شنو اللي خلاك دير صراحه العالم القروي راه عالم قروي، ها السميه ديالو تعطيك النتيجه، يعني واحد منطقه منسيه. يعني حتى الطفل اللي كيقرا في هذه المدرسه ما عندوش الظروف الاساسيه اللي بحال التلميذ اللي في المدينه. خيرو دالين في الملابس ولا في الكتب ولا في اللوازم الدراسيه ولا شي حاجه. والحمد لله بحكم العلاقات ديالي مع المجتمع المدني والجمعيات كنحاول مثلا نجمع يعني الفلوس ونجمع يعني الاشياء اللوجستيكيه بحال الادوات المدرسيه والملابس، كنجي كنفرقهم على التلاميذ. اصلا كيفرحوا اي فوا كيفرح التلميذ راه اوتوماتيكمون كتكون فيه ديك الغيره ولا يعني التحفيز، كتحفزه باش يقرا مزيان، يعني حنا بحال اللي كنهتموا به. تبارك الله عليك. شفت ايضا شي وليدات انت اللي كتحصل لهم كاع؟ اي و راك عارف عاود هي منك معلم ومنك ومنك حلاق وانت ممرض بعض المرات. تبارك الله. كنجيب الادويه من السبيطار مثلا، كنكتب السميه ديالهم كل شيء وباش مهتم بهذه الادويه. النهار اللي كيكون التلميذ يعني فيه سخانه ولا فيه شي حاجه مثلا كنحاول انا نعطي الادويه. الحمد لله. وهذه المساله اللي بغيت تبان في الحلقه ديال اليوم، هو ان كاين خلل، ولكن الحمد لله المغرب ديالنا لو كل واحد قام بمبادره راسو راه ممكن يغير بزاف ديال الحوايج. ما بقاوش دائما نعولوا على المسؤولين ولا نعولوا على الوزاره ولا نعولوا على المدارس، لانه مثلا الطفله مريم امجون مثلا كمثال تبارك الله ديال الطفله كتشرف المغرب، راه الوالدين ديالها كانوا كيبذلوا مجهود كبير بالمواساه مع المدرسين. طبعا ما نكروش طبعا المجهودات ديال الاساتذه، ولكن حتى الاباء ديالها حتى هما داروا مجهود كبير باش يحفزوها على الدراسه وباش يعاونوها انها تحب هذاك الكتاب. انت ايضا بعيدا على المجهودات، لان العالم القروي تو تعاني ايضا. هذاك خصو لي حلقه بوحده، ولكن انت بوحدك تبارك الله قمتي ببادره. نتمنى ان هذه البادرات تكون عند بزاف ديال المعلمين، وتحيه ايضا المعلمين اللي كيخدموا في الخفاء حتى هما طبعا. ما عندي مثال. مريم شنو ممكن تقولي لهذا الاستاذ هذا اليوم وحدك؟ انا دابا ما يعني انا ما قدرتش انا نشكرو على هذا الشيء اللي داروا حقيقه. يعني انا فمي عاجز عن شكره، الكلمات تتبعثر لا اجد ما اقول لها. فشكرا لك، شكرا جزيلا، وانا اقف لك احتراما سيدي. شكرا. واو 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 واو. مريم انا معك، معلش انا معك الدنيا هذه معلش. معلش يا مريم معلش في اي طرش.
شكرا لك، شكرا بزاف على هذا الحب اللي عطيتينا، وشكرا على المشاعر الصادقه ديالك. شكرا. شكرا على لانك فعلا فاجاتينا وفاجاتيني اليوم بزاف امريم. شكرا على هذا الحب هذا، ونتمنى ان يعني يكونوا بزاف من المغرب، من هذا الوطن هذا، يكونوا بحال مريم. كنبغي نشكر حتى انا بدوري الوالدين ديالك. شكرا. لان هذاك الشيء اللي داروا ماشي سهل. شو ممكن تقول سي هشام لمريم اليوم؟ الصراحه يا عزيز اللسان على الكلام، هذا الشيء مؤثر بزاف. ان الطفل الصغير مثلا او الطفله مريم تحاول تعطيك واحد الكلام جد مؤثر. نعم. ما لقيت ما نقول والله العظيم. بارك الله. هي طفله صغيره وتاثرت في هذا الشيء ديال التعليم، وكان رجل التعليم وهذا. فما بالك نهار اللي غتكبر كيفاش غتولي يعني؟ غتكون فيه واحد الروح ديال العمل والجد والمثابره. تبارك الله. انطلاقا كتستافد من الاستاذ، وهذا الكلام صراحه الله يخليها مسكينه. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك مريم. مريم طبعا كيف انت سي هشام يعني تحملت العناء ديال السفر، وجاو عندنا مشكورين من مدينه تاونات ومدينه فاس طبعا. من بعد اليوم قبل ما تغادرينا مريم وتمشي طريق السلامه، شكرا، شنو ممكن تقولي للجماعة المغاربه؟ وعطينا كلمه اخيره اليوم يلا قبل ما تمشي، شنو ممكن تقولي لينا كاملين؟ بديت كنبغي نشكرك، كنبغي نشكر مره ثانيه قناه دوزم على الاستضافه، واود ان اشكرك سي رشيد العلالي ايضا على استضافتك لي، واتمنى لك التوفيق، واشكر يعني المجتمع، واشكر يعني الشعب المغربي على المساعده والدعم، وشكرا لكم جميعا. شكرا مريم امجون. انك مثلا انت لقيتي تعاطف كبير للمغاربه وحصلتي ايضا على وسام، واش هذه المساله ما دارت شويه ديال الحزازات، ما دارت شويه الغيره ما بين المعلمين الاساتذه؟ حيت كاين اللي قال لك وحنا شحال من سنوات وحنا كنخدموا، شنو ممكن تجاوب على هذه القضيه هذه؟ ودابا رانا اولا في عصر العولمه، كلشي مطور، كلشي دغيا دغيا يعني. يعني الاعلام تسلط عليك الضوء، هذا ما كان. والوسام الملكي يعني صراحة جاء من خلال يعني أولا كظهور ديالي كرجل تعليم بهذه المبادرات، وثانيا أنني ما يقارب 16 سنة ديال العمل الجمعوي، يعني أسست عدة جمعيات واشتغلت في العمل الجمعوي يعني في الميدان الاجتماعي والخيري والثقافي والرياضي، يعني هذا يعني واحد الرصيد كبير الحمد لله. واللجنة اللي مكلفة بهذا الشيء ديال الأوسمة والآخر يعني قدمت تقرير، يعني الحمد لله أرشيف عامر. تبارك الله. أي خدمنا يعني الوطن ديالنا الحمد لله، أو خدمت المنطقة ديالي بدون يعني أنني ننتظر نستفاد ولا نتلقى شي حاجة ولا أبدا، يعني النكران بالذات. بغيتي تخدم المنطقة ديالك مرحبا، هذا الشيء اللي كاين. المنطقه اللي كتشتغل فيها اللي كتقري فيها شنو سميتها؟ منطقه يعني جماعه اربعاء توريت، مدرسه مسميه بينتي. سميتها بينتي. بينتي اسبانيوليه زعما 20 20 20 بالاسبانيوليه بينتي. بارك الله عليك، وحنا كنعطيوك 20 على 20. الله يرضي عليك السي رشيد، شكرا. الى سولتك السي هشام مثلا، انت شنو اللي كيبان لك فيه؟ كيبان لك كاين الخلل في المنظومه التعليميه في المغرب؟ اي سؤال سياسي هذا ياك. اي سي رشيد ما خلقوش لك مشاكل ياك، نبقاو حنا في هذا الاطار الاحتفالي ياك. اكزاكتومون ياك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، شكرا. كتغني للاطفال شويه كديروا شي حاجه الاناشيد وكذا، باش وراه اصلا انا مثلا في الصباح فوقاش كنجي ماشي ديريكت اجي يفتح الصفحه فلان وفلان واجي يدير الدرس، شويه ديال الاناشيد مثلا واحد دقيقة ولا جوج دقائق على الأقل. التلميذ يحيد ديك التعب اللي جا، راه كيضرب جوج كيلومتر. تبارك الله. على رجلين. والعام اللي فات كنت في واحد المدرسة عرفتي 5 كيلومتر.
على رجليهم. على رجليهم وسير واجي. شفنا شي صور ديالك تمشي تسقي الماء و... ولفتي ذاك الجو تما. رائع جدا ذاك الجو ولكن طبيعه ياك. ولكن كطيب الكامله وداك الشيء. وهذاك خلاص هذاك داخل في الظروف المعيشيه ضروري خصك ديرها. ما عندي ما يتساءل. اي الماء الماء ما يقارب نقول لك 5 كيلومتر باش تمشي تجيب الماء. اي ولفتي تما ما لا ولفت. كاين اللي قال دابا يمكن راه ما غيبقاش يقرب العالم القروي لان عنده ولات عنده مثلا العكس والله السي رشيد لو كان مثلا غا الطريق بعدا معبده جوسكا مدرسه يعني غنبقى تما ديما. هاد المدرسه اللي كنشوفها دابا في التصويره تفسست اللي قريت فيها العام اللي فات ما كان فيه الشروط الاساسيه ما كانش الما والو والو. اي الحمد لله درنا تما جوج البير في ذاك الدوار صوبتوا بير. جوج حفرنا جوج. اش بالك في هذه المبادره سي نور الدين؟ ومبادره جيده صراحه. الله يعطينا شي 500 واحد بحال هذا الاستاذ هذا. كاينين ايضا الناس اللي كيخدموا في الظل يمكن ما كيبانوش ولكن حنا في حاجه بحال هاد الناس هادو. سي نور الدين انت الا كنتي وزير ديال التعليم اشنو هي اول اجراء تاخذه اليوم؟ تنصبتي غدا غادي تاخذ المنصب ديالك. يلا سيد الوزير وزير التعليم سي نور الدين بكر اشنو ممكن تغير في التعليم؟ نعاود من الاول. كل شيء من الاول لان خاص يتعاود هذا الشيء من الاول لان فعلا كاينين طاقات كاينين ناس اكفاء. علاش حنا دايرين هكا؟ علاش علاش حنا كنقلبوا مازال عاد نتنموا حنا في 1900 كنا هكا ودابا راه حنا في 2019 وباقيين كنتسناو امتى التعليم يتصاوب؟ كاين هادشي ولا لا؟ متفق معك. متفق معك. قول لي سي نور الدين مادام انت حدا تبارك الله هذا الاستاذ سي هشام كيفاش كانت علاقتك مع الاساسيات ديالك؟ واش كنتي مشاغب؟ كنتي كتاكل العصا ولا لا؟ حيت واحد الفتره كان حنا مثلا كلينا العصا سي نور الدين والتيو داك الشيء ديال هكا. لا هكا لا ولكن هكا ايه. شنو نوع العقوبات اللي كنتي كتاخذهم في الطفوله ديالك مع الاساسيد مثلا؟ كنت نعطي وجهي للسبوره ونهز رجليا ونبقى على رجل وحده. ايه هذا هو العقاب اللي كانوا كيديروا لنا لي فرونسي بكري. وانت سي هشام واش كاين مثلا عقوبات مثلا اللي كتعطيها للتلامذ؟ مثلا عقوبات بديله. اولا نحرمو من شي جائزه. ما نعطيلو شي حلوه في الاستراحه. مثلا في هذا اللي قال السي نور الدين نقول نوض السبوره بقى شوف فينا يبقى يشوف ما تهضرش ما تضحكش يلا ونشوف. هما يشوفوا فيه التلاميذ جوج دقائق المهم يمشي يجلس. صافي. ما داك الشيء العصا ما كاينش؟ لا لا انا العام اللي فات هذا العام كندخل القسم كنجبد ديك العصا كنهرسها نرميها في الزبال كنقولوا يلا صفقوا عليها. كيصفقوا عليها وكيفرحوا. تبارك الله. والله الا كيفرحوا كيقولوا وي صافي يعني نسلخوا من داك الذعر وداك الخوف وداك الشيء. صافي من تما كتنطلق معاهم ديريكتوم. لان خصنا نحببوا ايضا الاطفال في المدرسه. نحبوا نحبوا لهم المدرسه. القرايه. ماشي ما يمكنش هو جاي الحبس ولا وانت الحبس راه ولا فيه الرحمه. كاين الناس اللي كيديروا الشغب مثلا في القسم وداك الشيء؟ كاينين. اييه حنا عندنا واحد الاشهار ديال هذه القضيه هذه باش نحاربوها. يلا ندوزوا للفصل الاشهاري. يلا لنحارب الهدر المدرسي. لنحارب الهدر المدرسي. ليجاند. لا الهدر الهدر. الهدر زعما. كل شيء بخير. صافا الحمد لله. بارك الله عليك. سي هشام نسولك واحد السؤال. شنو رايك في دائرة الغش؟ لأنه احنا ما بقاوش دائما نلوحوا اللوم على مثلا الأطور التربوية ومثلا والمعلمين والأساتذة. كاين واحد المشكل واحد المعضلة اللي هي المسألة ديال النقلة الغش. كاين هذا الغش هذا وبنادم كيبقى يغش يغش يغش
وكيطلع بداك الغش حتى كيطلع خاوي. اكزاكتومون. شنو رايك في هذه القضيه هذه نتايا؟ واش الصراحه سي رشيد الغش منين كيجي؟ كيجي من ديك الكليكه اللي كيعاش كيكونوا فيه ديك التلاميذ من خمسه بهم كيقول هذا والله انا تنقل اكثر منك، والله انا تندير واحد الحرز معتبر، انا درت لي زيكوتور، انا درت هذه، يعني كيطوروا في النقيل. وعاود الاباء، الصراحه الاباء عندهم دور كبير في هذا الشيء. الاب والام بصفه عامه يعني اولياء الامور التلاميذ يراقبوهم في هذا الجانب، يحاولوا ما امكن ان فوا يوصل الامتحان يوصل يعني يا هذيك الامتحان يوقفوا معاهم يعني يحاربوا لهم هذه الظاهره ديال النقيل ديال الغش. وفي النردي شنو رايك في ظاهره الغش؟ انا متفق مع الاستاذ. انا متفق معه على طول الخط. حنا عندنا واحد الباغودي درناها على هذه القضيه ديال الغش. ها واحد التلاميذ كانوا كيغشوا من بعد توظفوا خدموا داك الشيء ونشوفوها يلا. واجدين واجدين خصكم تعرفوا ان الان عندنا واحد العمليه جراحيه مهمه اللي هي زراعه القلب. وشنو هو هذا القلب؟ وفين عمرنا زرعنا القلب يا دكتور؟ الا نسيتوا يا مدنا؟ يا مد القرايا؟ اوعى تفكر معايا. خاصو دابا يتعاود يطري دي مارا يوتيوب وهنا كنبغي نوجه تحيه كبيره لجميع الاطباء طبعا والناس ديال قطاع الصحه. هذه فقط بارودي باش نضحكوا. نعم. لكن تبارك الله اطباء اكفاء اللي نجحوا عمليه زرع قلب في المغرب. ولكن هذه النتيجه ديال واحد اللي كينقل. ها كينقل كينقل كيطلع خاوي لانه فاش طلع دخل العمليه دار يوسف باش يشوف. اكزاكتومون. وماشي في الطب وصافي يعني اغلب الميادين كتلقى طلع نقيل نقيل نهار اللي يشد الخدمه ديالو غالبا غتلقى فيه الرشوه غتلقى فيه هذا صاحبي وهذا كذا فهمتيني. سي نور الدين كاين نقيل في الميدان الفني؟ كاين نقيل في الميدان الفني؟ هذا كي نقول هذا؟ حتى هو كاين حتى في الميدان الفني كاين. كاين اللي كيخون قصص ديال الناس اخرين وكينسبها لراسو كاين هذا الشيء كاين كاين. ضرب داكشي ضرب. انا كنت كان لي الشرف انني نجي لعندك البيت ديالك لان الحمد لله علاقتنا هذه سنوات وحنا كنتعرفوا الحمد لله ودرت معك برنامج اللي سميتو نهار مع ستار. اييه. وكنت زرتك في البيت ديالك وشفت الوالد وكان ناجح برنامج ناجح تماما الحمد لله. تبارك الله عليك سي رشيد صراحه. الله يحفظك السي نور الدين الله يحفظك. وكنت شربت معك اتاي
وطلعت انا وكل السطح صافي غير اتاي والحلوه بوحدها وايلك هادشي اللي عطيت هادشي العقل عليه سي نور الدين هو مزيان بعدا عام اللي قلتي اتاي راه مزيان واخا ولكن ما ننساش واحد القضيه انني طلعت قلت لي طلعت السطح نوريك شي حاجه وندمت طلعت وندمت على شوفوا الفيديو الناس غتفهم من بعد يلا اجي نوريك ها هما اللي تما مساكن ها هما صام مايا لا 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 بيض الله يا ودي سام اجي اجي نقول لك اجي سام هذا سام هذا سام انا باليوم مايا اجي اجي هذا الشيطان نور الدين سي نور الدين هادو مساكن كانوا اسميتو كانوا تا هما في الملجأ زغابة شديناهم ها هي هذه هذه باغا تبان هذه ديما زعما دابا راه شفت الكاميرا وهذا زعما انت باش سميتها هذه سميتها مايا مايا باش تعرف الكلاب حمير كاين واحد المساله زوينه ايضا اللي عجبت الناس في مواقع التواصل الاجتماعي والشباب بارطاجوها بزاف اللي هي فاش جيتي من لو بالي رويال من القصر جبتي معك واحد الحلوه حلوه من تما اللي كانت في الوقيته فاش حصلتي على الوسام جبتيها وبارطاجيتها مع الوليدات نعم مزيان ديك النهار يعني فوقاش كنا مع صاحب الجلاله تما وقال لنا يلا مرحبا تشربوا اتاي معنا والحلوه هذه لقيت شي وليدات جابوهم يعني التلاميذ انيقين مزيانين وهذا لقيتهم وفكرت قلت له علاش وليداتي تا هما ما يجيوش هنا صراحة انه ولقيت تما ديك اللي ساك صغارين هكا صغارين وعمرت انا فيه الحلوة اللي كانت لقات تما في القصر كيقول لي وفين هذا الشيء كيضحك معاك قلنا الوليدات والصراحة زيد تقريبا ديك كيلو وربعة هكاك ديتي معاك ميكا لا كاينين تما اللي ساك ديال الكاغيت كيتحطوا تما اللي بغى يدي شي حاجة معاه وانا زيد بزاف تما فين ثار الانتباه اللي كيتلاقاني هذا كيضحك فينا الأستاذ يقول لي هو التلاميذ ديالي ومع العلم التلاميذ ديالي عاود في القريه قلت لهم غنمشي نشوف صاحب الجلاله حيتاش قلت لهم اللي في التصويره شكون هو قالوا لي الملك قلت له غادي نتلاقى في هذه الايام قلت له غادي نجيب لكم شي حاجه زوينه من تما والصراحه والله ما عرفت شنو غادي نجيب قلت له زعما شي تصويره معاه ولا شي حاجه هكاك ساعه جبت لهم الحلوه وعجبهم الحال مزيان راه حتى ايوه حتى دوك البرلمانيين راه عندهم الوليدات وتا هما داو الحلوه الوليدات كبل الغزال ولا شوف جديتي انت داو هما ملي كتجي يدوي معك شي واحد كتقول ليه الباروك انت ديتي معاك الباروك الباروك والوليدات الصراحه ايه؟ واحد الصاك شديتو ديريك المدرسه ايه مولاي عبد القادر الجيلاني سي نور الدين قبل ما نختتموا الحلقه عندنا واحد الفقره جديده في برنامج هي فقره بلا فلتر نعم بلا فلتر انا قارو بلا فلتر بلا فلتر وادي سي نور الدين شوف حنا الفلتر شنو بغينا نقصدوا به باللغه ديال الشباب دابا هو انه بالواضح يعني بلا زواق كنهضروا بصراحه هذا هو الهدف منه ضحكتيني ولكن هذه فقره جديده فيها واحد الميكانيزم فيها واحد الحاجه خصني نستشر معك قبل ما نديرها غنخلي الجمهور غيشوفها دابا من بعد واحد الفاصل وطبعا غنختتموا الحلقه كيف ما وعدت الجمهور بموهبه اللي غنقدموه للجمهور فنانين طبعا اللي كيكونوا عندهم موهبه كبيره ولكن في الظل غنقدموها لكم في اخر الحلقه غندوزو دابا الا كنتي موافق لهذه الفقره هذه فقره ديال بلا فلتر اسيدي بلا فلتر وكنبغي قبل ما ندوزو لهذه الفقره هذه نشكر سي هشام شكرا لك بزاف بزاف اللي جيتي عندنا وتحملتي عنا السفر من مدينه الحسيمه حتى لعندنا ونتمنوا اننا نشوفوك دائما في تالق ودائما تبقى قريب للاطفال وتخدم طبعا هذه القضيه قضيه ديال التعليم في المغرب شكرا لك هشام شكرا بزاف شكرا
مشاهدينا الان غادي ندوزو لفقره بلا فلتر مع نور الدين بكر. سي نور الدين، هذه الفقره جديده في البرنامج، وان هذا الكرسي هذا غادي تجلس فيه وغادي نسولك مجموعه من الاسئله. هذا هو الفلتر، هذا بلا فلتر. والسؤال الى رفضتيه وتعطلتي في الجواب خمسة ديال الثواني، الكرسي كيبقى يدور بواحد السرعه ما نعاودش لك. هذا واش تبغي؟ ما عندكش مشكل انك دير هذه القضيه، نشوف كي كيدور بعدا ورينا عافاك. زقا وقف تما في صافي، باقي كاع ما ركبنا دخت. شوف رشيد، نعم، انا ناوي نمشي لداري للحي المحمدي. ياك سي نور الدين، الا ركبتيني هنا غنولي غادي للحي الحسن. شوف سي نور الدين، احتراما للسن ديالك طبعا، حنا ما غادي نحيدوا هذه القضيه وغنسولك سؤال مباشر، غنعفيوك من هذه المساله، نخليو هذه للشباب اكثر. صافي، ثقات على نور الدين بكر. تفضل. اشنو؟ غتجلس غادي نسولك ما غيدير عليك الامان. انا نجلس هنا، سول اخوي. سي نور الدين، نعم، عرفتي هذه القضية صراحة والله ما وجدناها، غنطلب من السي العمراني يعطينا لومبيونس ديال هذه الفقرة هذه، غنسولك هكا، عمري درتها في حياتي. نقول لك يا رشيد، نعم، راه ما سميتيه الفلتر، تانيت غادي تخوي الكارو من الكارو، بنادم نيت. نور الدين بكر، نعم، واحد الفترة من الفترات مريتي بواحد الوعكة صحية، وكنتي صرحتي بأنك لقيتي راسك بوحدك، واش كاين ناس فعلا اللي دوروا عليك وجههم في ذيك الفترة؟ شوف، الله يحسن الأحوال كل واحد، أنا كان كنسامحهم لأن هما كل واحد عنده شغاله، وكل واحد عنده حوايج اللي كتلهيه. وعلى الخراجة والناس واعتذروا لي وقالوا لي اسمح لينا، راه الشغل اللي كان، وانا كنعرف الفنان اصلا ماشي داير نفسه، يبغي ويجي ولكن ظروف التورناج، وكتعرف انت راه مريتي بهذه الظروف، المنتج والمخرج ما كيسامحوا لك شيء انك تخلي واحد ساعة ولا ساعة في التورناج وتمشي عند صاحبك ولا. الله يحسن العون. نور الدين بكر، جميع المغاربه طبعا عاشوا معكم الفتره اللي دوزتوها طبعا في مسرح الحي، اللي كانت فتره مزدهره في المسرح المغربي. اذا سولتك بصراحه اشنو السبب الرئيسي اللي خلى الفرقه ما تكملش؟ تقبيله، قلت لك باللي حتى واحد فينا ما عارف كيفاش هادشي. كاين ناس، بعض الناس كيقولوا بان الطمع كان بين الاسباب اللي خلات الفرقه انها بالدارجه. شوف، حتى واحد ما يقدر يقول لك هذا الشيء، لانه بنادم كيقول وصافي وكيدوي، ولكن انت شنو كتقول؟ انا كنقول ما عرفتش اي انسان بدا في اعمال جيده وخدا شهره وكان مزيان فيها وكان بحال مثلا انت برنامجك مزيان وناجح، حتى هما كيقولوا فيك، كاين اللي قال لك كتوكل الحار لعباد الله، كاين اللي يعني بنادم كيدوي حيت هو ما وصلش لهذا المستوى اللي وصلتي ليه انت، كيف ما وصلوش للمستوى اللي وصل ليه مسرح الحي. نعم، هذاك الشيء علاش. اليوم الى كان عندك واحد العتاب سي نور الدين، نعم، لمن توجه العتاب؟ لنفسي. علاش؟ لان انا اللي اختاريت هذا الميدان في هذه الارض السعيده وراضي به وقابل عليه. واش كاين شي حد سي نور الدين اليوم
اللي تبغي تطلب منه السماحه من هذا المنبر، شي حد اللي قصرتي في حقه ولا شي حد اللي اليوم كتقول ليه اسمح لي. مراتي تسمح لي بزاف، لأن عاشت معايا بزاف في هذا الميدان، وهي ماشي بنت هذا الميدان، وعانات معايا فيه، والله يكثر خيرها والله يخلي لها ليا، لأن هذيك الحاجة هي مثل الأولاد. سي نور الدين نطلعوا للكرسي. أخويا عرفت اش غادي دير الرشيد؟ نمشي في حالي. نور الدين بكر. كنشكركم سي نور الدين بكر. كنشكركم وكنشكر جميع الناس اللي كيتعاطفوا معايا. انا فرحان بزاف، فرحان لوجهك. سي نور الدين بكر شكرا لك بزاف. قبل ما نختموا الحلقه ديال اليوم كنبغي نقول لك شكرا جزيلا اللي شرفتينا بالحضور ديالك هذا البرنامج، وحنا فخورين بك كمغربي فنان عطى كثير للفيلم المغربي. قبل ما نختموا الحلقه غنبغي نقدم واحد الموهبه، واحد الشاب تبارك الله اللي عنده صوت رائع واللي اليوم جا باش يسمعنا صوته ويسمع صوته لجميع المغاربه، وغادي يغني لنا اغنيه من اجمل الاغاني ديال القيصر كاظم الساهر بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا اليوم، وغنقدم لكم الان واحد من الاصوات الجميله الشبابيه اللي جا باش يقدم لنا اغنيه ديال القيصر كاظم الساهر. استقبال حار عفاكم للشاب امين مستطيع. عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني، زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني، زيديني يا أحلى مراتي بين نساء الكون أحبيني، يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني، إن كنت تريدين السكنى أسكنتك في طوع عيوني، حبك خارطتي حبك خارطتي ما عدا خارطة العالم تعنيني، حبك خارطتي حبك خارطتي ما عدا خارطة العالم تعنيني، أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش فرعوني، وجعي يمتد كالسرب حمامي من بغداد إلى الصين.